شن الفنان شعبان عبد الرحيم هجوما حادا على الفنان سعد الصغير بعدما وصفه سعد بأنه مؤذن وليس مغنن. وقال شعبان في تصريحات صحفية: الصغير ده أرجوز ورقاصة، هو مين عشان يحكم على أصوات المطربين؟ جاء تصريح سعد الصغير خلال استضافته في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي قبل أيام، مؤكدا أن شعبان عبد الرحيم اعترف بنفسه ذات مرة بأنه مؤذن وليس مطربا. شعبان عبد الرحيم راجل مؤدي، راجل مؤدي، وهو بيطلع بيقول انا مؤدي وبغني الاغاني. لا احنا ده راجل مؤدي. هو شعبان طلع في مره قال انا مطرب؟ ما قالش. وتابع ان حكيم وعبد الباسط حموده وهدى وبوسي وغيرهم، هؤلاء هم احسن اصوات تغني الشعبي في مصر ولا يوجد لهم مثيل. كلمك على المطربين الشعبيين احسن اصوات بتغني في مصر. مين؟ عبد الباسط حموده، استاذ طارق الشيخ، شيبه، محمود الليسي، امينه، بوسي، هدى، دول اللي بيغنوا شعبي. اجيبهم كده استاذ ونجيب استاذ هاني شاكر امتحنهم في الطرب هينجحوا. ولكن حاول سعد الصغير ارضاء شعبان عبد الرحيم برسائل اعتذار صوتيه ارسلها الى شعبولة عبر تطبيق الواتساب. حبيبي انا سعد الصغير، حبيبي في حد يقدر يغلط في ابوه؟ هو عصام يقدر يغلط ولا ينفع راسه فيك؟ حبيب قلبي هات الحلقه، حبيب قلبي عمري ما غلط في حضرتك. انا هجيب بعت لك حلقات بقول فيها اللي ليه فضل عليا عم شعبان عبد الرحيم ساعه ما طلعتني من الحبس. بقولها لك اهو، عم شعبان عبد الرحيم طلعني من الحبس ساعه ما اتخانقت مع الراجل السعودي وانت وهشام، هشام جابك عشان تجيبني. بقولها في كل حته. طب عم شعبان عبد الرحيم؟ قلت له عم شعبان عبد الرحيم عمره في حياته ما على نفسه مطرب، عمره في حياته اللي هو انت عم شعبان عمرك ما بتقول انا وانا 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 ولا الكلام من ده خالص. عم شعبان، شعبان راجل مؤدي وعايز اقول لك الجدعانه كلها والطيبه كلها عم شعبان عبد الرحيم ده ابونا الكبير. انا اسف ممكن تكون عفوه لسان عم شعبان، انا من جوايا عايز اقول ان عم شعبان عمره ما بيقول عن نفسه مطرب، راجل متواضع. ولكن شعبان اكد رفضه لاعتذارات سعد حتى يعلن اعتذاره اليه على الهواء مباشره من نفس المنبر العاشرة مساءً.